الموضوع الاول ساهل بصح طويل، الموضوع الثاني ساهل بصح كاين شويه حوايج ما اسمها مدايرين، بصح انا خيرت الموضوع الاول جاني ساهل ومحكمتش فيه الوقت مليح. جوج سلمات مليح بصعبة، مام التلميذ المتوسط يقدر يجيب فيه لانوت، ماهوش صعيب بزاف، في متناول الجميع كما يقولوا. كناش متوقعين سوجي هكا وما طاولنا سوجي في المعقول، فري في المعقول، جانا ساهل واش قرينا عام كومبلي الحمد لله طاوهولنا وما زيروناش. هذه بسالي فرحتني اوطون كو ماتيلا، كنت نستنى عفسه صعيبه ونستنى في واحد الدروس شويه كومبليكي. رجعنا لقينا في المواضيع جوزنا الوقت كامل وخرجنا، تسمى اللي لقينا اللي راجعناه طاح، تسمى يقدر يجاوب عليه الامام اللي ما راجعش يقدر يجاوب بالفهمه. قاري تلقاه ساهل فاصل، لقيناه كيما انا درك لقيته فاصل ساهل بربي، ان شاء الله فيها قطعه مليحه ان شاء الله. الموضوع المواد في زوج ساهلين ولا موضوع على حسب الموضوع؟ كاين الموضوع الاول ساهل وطويل، الموضوع الثاني ساهل وقصير، خيرت الاول الجانب اللي ساهل قصير على الثاني بسيف لا خلصتي صراحه طويل ما قراش بزاف باسكو المات لازم في العام لازم تجبد مليح في المات، ميم اللي ما قراش بزاف يقدر يجاوب. ما هو ساهل ما هو صعيب، صافا الحمد لله، واش هي كما يقولوا كما اللي يقرا يلقى من الاخر. هو كما كاين اسئله هكا وكاين اسئله هكا، وبصح 90% منه يقدروا يجاوبوا عليه، واحد موش قوي في المات. سيجي حتى اليوم تاع الرياضيات جا ساهل يعني في متناول الجميع، تقدر تقول اسهل باك في التاخيره هذه، خطاكش مدوا لنا اسئله باينين تسمى باين الحل تاعهم، تقدر تشوف روحك كان صحيح وتقدر تشوف روحك كان غلط، تسمى ها حوايج باهي خفاف هكا مش حاجه. ثاني حاجه السوجي تاعنا جا سامبل نوعا ما، ما جا حنا كنا معولين الاحصاء ما طاحش الاحصاء، كنا معولين ثاني احتمالات ما طاحش احتمالات، بصح لقينا متتاليات شويه سهله في السوجي الثاني تاعنا، السوجي الاول جات شويه معقده، والاكسبو كنا معولين ما تجيش تجي في سوجي السوجي ما تجيش، مي لقينا في دو سوجي. تشزنا مادة الرياضيات والتي كانت صعبة جدا، واش نقول لكم اللي دار السوجي يعرفش يحلو وانا بزاف، واش نقولوا نطلب منهم كاع الشعب يدعوا لي باش ننجح في البكالوريا، ونقول لكم بالتوفيق وهذه هي ربي.